الآن تكاد لا تجد منشأة كبيرة أو صغيرة إلا ولديها حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنها أعطت فرصة للوصول لعدة شرائح وساعدتها على الوصول إلى الفئة المستهدفة المهتمة لمنتجاتها. نجحت المنشآت بالوصول للعميل، ولكن الوصول لوحده لا يكفي. المنشآت بحاجة إلى التواصل باستمرار للحفاظ على العميل وتحويله من مجرد عميل إلى محب وعاشق للعلامة التجارية. غالبية المنشآت تتواصل مع عملائها عبر قنوات التواصل الاجتماعي بنجاح، لكن عند نفاذ محتواها تبدأ مشكلة حقيقية لا تكاد منشأة كبيرة أو صغيرة إلا وتتعرض لها. تتجه المنشآت لصناعة المحتوى الإبداعي، ولكنها تتفاجأ بالأسعار المرتفعة وقلة المختصين، مما يسبب عزوف المنشآت عن صناعة المحتوى الإبداعي والذي يؤدي إلى خسارة العميل والمحب المستقبلي. هنا يأتي دور محارب الدهون لإعادة الأمل للمنشآت، وذلك عن طريق توفير محتوى احترافي بأسعار منافسة للشركات الرياضية والصحية والغذائية، ومن أجل مساعدتها للحفاظ على العميل والمحب المستقبلي وجعله فخور بالعلامة التجارية. ولكن من هو محارب الدهون؟ بدأ محارب الدهون على هيئة هاشتاج بتويتر بعد إنقاص عبدالله عقيلي 100 كيلو من وزنه، ومن هنا بدأت المسيرة. أنشأنا حساب في تويتر حتى يكون مبادرة صحية تثري المحتوى العربي في مجال الرياضة والغذاء. بدأنا قناة محارب الدهون على اليوتيوب، وفي نهاية السنة فازت برامج محارب الدهون بجائزة التميز الخليجي للإعلام الصحي في برامج اليوتيوب. وهنا كانت النقلة النوعية لفريق محارب الدهون وتحوله إلى منشأة متخصصة بصناعة المحتوى الرياضي. وتتلخص خدماتنا في محتوى فيديو قصير، محتوى موشن جرافيكس، محتوى مكتوب، ومحتوى مسموع، وأخيرا محتوى صوري. يمكنكم التواصل معنا على شبكات التواصل الاجتماعي أو على البريد الإلكتروني ads@thefatfighter.sa.